السلام عليكم طلبة سنة رابعة، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجزء الثاني من حلقة المراجعة النهائية ليلة الامتحان. هنحل فيها أسئلة نماذج الوزارة عن المنهج يا ولاد لحد آخره، مش لحد شهر مارس وإبريل زي الامتحان اللي فات. النهاردة هنكمل مراجعة لبقية منهج الترم كله، وإن شاء الله مش هيجي لك ولا سؤال في الامتحان بره الفيديو ده والفيديو اللي قبل منه، كان الجزء الأول بتاع المراجعة. تابع معايا الجزء ده، ولو ما ذكرتش الجزء الأولي ارجع له، هحطه لك برضو في آخر الفيديو، هحط لك اللينك بتاعه عشان لو عاوز ترجع له. يلا بينا بسرعة ما نضيعش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كنا حلينا الثلاث أسئلة الأولانيين يا ولاد، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض السؤال الرابع اللي هو أكمل الجمل التالية. السؤال بيقول رقم واحد، نتيجة للتصادم بين الكرة والمضرب، لما تجيب كرة وتضربها بالمضرب، فإن اتجاه الكرة سوف يحصل له إيه؟ طبعا يرتد أو هينعكس، الكرة تضربها هتضرب وهتروح ردة الناحية التانية. طيب السؤال التاني، في أثناء اصطدام السيارة تنتفخ نقط بالغاز، أول ما السيارة يحصل فيها حادثة أو تصادم، إيه اللي بيبتدي يتملي بالغاز اللي قلنا نوع من أنواع وسائل الأمان؟ برافو عليكم، الوسادة الهوائية. يحاول المهندسين تقليل وزن السيارة التي تتحرك بالطاقة الشمسية، وذلك لزيادة إيه؟ قلنا ليه بيحاولوا يقللوا وزنها شوية؟ قلنا عشان سرعتها تزيد، صح؟ وذلك لزيادة سرعتها. رقم أربعة، سرعة السيارات نقط أقل من سرعة السيارات العادية، السيارات اللي بالبنزين دي، مين نوع السيارات التانية اللي سرعته أقل منها؟ طبعا السيارات الشمسية، قلنا آخرها 80 كيلو متر في الساعة. رقم خمسة، عندما تقل كتلة الجسم المتحرك فإن طاقته الحركية نقط عند نفس السرعة، لما أقلل الكتلة طاقة الحركة يجرالها إيه؟ إحنا قلنا ما بين الكتلة وما بين طاقة الحركة يا ولاد علاقة طردية، يعني دي تزيد التانية تزيد، دي تقل التانية تقل. طيب لما أقول لك كتلة الجسم تقل يبقى طاقة الحركة بتاعته إيه؟ تقل هي كمان. رقم ستة، لتشغيل الخلاط الكهربي نستخدم الطاقة نقط، عشان أدور الخلاط بتاعي أحط الفيشة فين؟ في الكهرباء، يبقى أنا بستخدم طاقة إيه؟ كهربية. برافو. الطاقة يمكن أن نقط من صورة لأخرى، الطاقة ممكن تحصل لها إيه؟ قلنا طبعا تتحول أو تتغير من صورة لأخرى، وده قانون بقاء الطاقة وقلنا عليه مهم جدا. رقم 8، تتسرب بعض الطاقة المفقودة في مجفف الشعر في صورة نقط، إيه الطاقة اللي بتضيع مني في مجفف الشعر من غير ما استفيد منها؟ طبعا قلنا يا إما طاقة صوتية يا إما طاقة حركية، طب اللي بستفيد منها كانت مين؟ الطاقة الحرارية. السؤال اللي بعده، الطاقة الناتجة من البطاريات والتي تستخدم لتشغيل السيارة اللعبة هي طاقة نقط، إيه الطاقة اللي في البطارية؟ طبعا طاقة كهربية، أو لو قلت طاقة كيميائية برضه هقول لك صح. طيب في المصباح الكهربي تتحول الطاقة نقط إلى طاقة ضوئية وطاقة نقط، طبعا مصباح كهربي يبقى تتحول الطاقة الكهربية، بتتحول لإيه؟ لطاقة ضوئية وطاقة إيه كمان؟ قلنا لما تيجي تلمس المصباح الكهربي تلاقيه سخن تتلسع، يبقى طاقة حرارية. في السخان الشمسي الطاقة نقط تعتبر الطاقة الداخلة، بينما الطاقة الحرارية هي الطاقة نقط. في السخان الشمسي يا ولاد بديله طاقة إيه؟ بدخله طاقة نوعها إيه؟ طبعا من اسمه سخان شمسي يبقى بدخله طاقة شمسية. طيب بينما الطاقة الحرارية، الطاقة اللي بتطلع من السخان دي بقى طاقة ايه؟ داخلة ولا خارجة؟ طبعا خارجة، يبقى بينما الطاقة الحرارية هي الطاقة الخارجة. الهاتف المحمول يحول الطاقة الكيميائية المخزنة في بطاريته إلى طاقة نقط ونقط، الموبايل بتاعك لما بتيجي تشغله بيحول الطاقة الكيميائية دي لإيه؟ طبعا طاقة صوتية لأن موبايلك بيرن أو بتسمع له صوت، وطاقة ضوئية لأن الموبايل بيرن، ممكن كمان طاقة حرارية لأن لما بتستخدم الموبايل فترة طويلة بتلاقيه سخن في إيدك. عندما تركب الدراجة تختزل الطاقة نقط في جسمك تتحول إلى طاقة نقط التي تتسبب في حركة الدراجة، لما بتيجي تركب الدراجة بتاعتك أو العجلة وتبتدي تبدل، إيه اللي بيخلي طاقة العجلة بتاعتك تتحرك؟ طبعا لان انت عندك طاقة كيميائية متخزنة في جسمك اللي انت اخدتها من الاكل بتاعك، الطاقة الكيميائية اللي في جسمك دي بتتحول لطاقة حركية، وبالتالي جزء من الطاقة الحركية بتاعت جسمك ده بينتقل للدراجة وبالتالي بيتسبب في حركة العجلة، يبقى عندما تركب الدراجة تختزن الطاقة الكيميائية في جسمك وتتحول الى طاقة حركية والتي تتسبب في حركة الدراجة.
رقم 14، الطاقات الناتجة من الغسالة الكهربائية. لما نشغل الغسالة الكهرباء بيطلع لي طاقة ايه وطاقة ايه؟ طبعا اول حاجة طاقة حركية لان الغسالة بتتحرك، وايه كمان؟ طاقة صوتية. طب ممكن ايه كمان؟ طاقة حرارية لان الغسالة بتسخن. يبقى دي انواع الطاقات الخارجة. تستخدم كيريوسيتي البطاريات طويلة الامد، وتتحول الطاقة نقط الى طاقة نقط لشحنها. قلنا الكيريوسيتي يا ولاد بنشحنها بطريقتين، يعني نشحنها بالطاقة الشمسية، يعني نشحنها ببطاريات طويلة الأمد، يعني بتقعد فترة طويلة. طب البطارية بيتحول فيها الطاقة إيه؟ طبعا فيها طاقة كيميائية، بنحولها لطاقة إيه؟ طبعا طاقة كهربية عشان تشحن الكيريوسيتي وتبتدي تتحرك. يستخدم الفحم ونقط في محطات القوة الكهربية لتوليد الكهرباء. بستخدم الفحم ومعاه إيه وإيه تاني؟ طيب قلنا عندنا محطات توليد الكهرباء بالفحم، وعندنا كمان محطات توليد الكهرباء بالرياح عن طريق طواحين الهواء. طيب وقلنا كمان عندنا ايه؟ محطات توليد الكهرباء عن طريق المياه زي الطاقة الكهرومائية في السدود زي السد العالي. يبقى نستخدم الفحم والرياح والماء في محطات توليد الكهرباء. تستخدم في تدفئة المنازل صور الوقود نقط ونقط. عشان تدفي البيت بتاعك بتستخدم وقود ايه ووقود ايه؟ طبعا يا اما نستخدم وقود من صور الوقود المتجددة، او صور الوقود الغير متجددة، يا دي يا اما تقول صور وقود حفري وصور وقود حيوي. يعني تقول صور الوقود الحفري كمان او الوقود الحيوي، تمام؟ لو نسيتها قول صور الوقود المتجددة وصور الوقود الغير متجددة، لأن دي هي دي المتجددة زي الحيوي، هي الوقود الحيوي زي الخشب. طب الغير متجددة الوقود الحفري زي الفحم والبترول، لما تجيب الدفايات اللي بنعملها بالفحم أو الدفايات اللي بنعملها بالزيت. يعني كتبت الوقود الحفري والحيوي ماشي، كتبت الوقود المتجدد والغير متجدد ماشي. من أمثلة الوقود الحيوي نقط، بينما نقط من أمثلة الوقود الحفري. أمثلة الوقود الحيوي زي مين يا ولاد؟ بصورة متجددة. زي يبقى زي مين؟ زي الأخشاب اللي بنجيبها من النباتات. ما النبات ده بقطعه واخد الخشب بتاعه أحرقه وأطلع منه وقود. ممكن النبات ده أزرعه ويطلع لي غيره تاني بعدها بكام شهر، فدايما متجدد. بينما نقط من أمثلة الوقود الحفري، قلنا طبعا الفحم والنفط دول من أمثلة الوقود الحفري. تدور التوربينات في محطات القوى الكهربية بالبخار، وهي تنتج الطاقة نقط لتشغيل نقط. التوربينات يا ولاد بتحول لي طاقة ايه لطاقة ايه؟ طبعا هي بتنتج طاقة حركة. التوربينات دي بتنتج طاقة حركة بتتحول لطاقة كهربية. طب بنشغل بيها ايه؟ بنشغل بيها المولدات. يبقى التوربينات بتنتج طاقة حركة. طاقة الحركة دي أنا باخدها بحولها في المولد الكهربي بتاعي لطاقة كهربية، تمام؟ يبقى مين اللي بيدور المولد الكهربي؟ التوربين. والكلام ده احنا خدناه في الآخر فيديو شرحناه بتاع الوقود. اللي مش فاكر يبتدي يرجع للفيديو تاني وهيشوف فيديو كرتون موضح ازاي البخار بيحرك التوربينات، والتوربينات دي بتبتدي تحولها جوه المولد لكهرباء. المولد الكهربي يحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. السؤال ده مهم. المولد الكهربي يا ولد بيحول لطاقة الحركة إلى طاقة كهربية، تمام؟ ورجع للفيديو برضو بتاع الوقود. طيب تزيد ظاهرة الاحتباس الحراري نقط على كوكب الأرض وتسبب تغير نقط. ظاهرة الاحتباس الحراري يا ولد دي بتزود إيه؟ قلنا طبعا دي بترفع درجة حرارة الأرض. طيب بيبقى بتزود لي إيه؟ الحرارة. طيب يبقى كده بتسبب تغيير مين؟ المناخ. لما درجة حرارة الأرض تزيد يبقى أنت غيرت المناخ بتاعك. طب الاحتباس الحراري ده يا ولاد بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون على سطح الأرض، والسؤال ده مهم. طيب لتجنب تلوث الهواء يجب علينا استخدام مصادر الطاقة نقط مثل الماء. عشان نتجنب تلوث الهواء نستخدم الطاقة النظيفة يا ولاد، يعني الطاقة المتجددة لأنها طاقة نظيفة زي المية زي الرياح زي الأخشاب. الحاجات دي برضو طاقة نظيفة. الأخشاب برضو حرق الأخشاب مش بيبقى بيحافظ على البيئة قوي، بس احنا ممكن نستخدم مكانه المية والرياح، بتديني مصادر طاقة كهربية نظيفة ما بتعملش تلوث في الايه في البيئة. الشمس هي نجم. طبعا احنا عارفين ان الشمس دي نجم يا ولاد، لان هي بتطلع نور بتشع نور، وبالتالي يبقى هي نجم.
طيب، وغالبا مكونة من غازي. بتتكون من غازات ايه يا ولاد؟ غاز عندي اسمه الهيليوم، وغاز عندي اسمه الهيدروجين. تمام، الاتنين بحرف اله، هيليوم وهيدروجين. خلوا بالكم عشان يجيلكم في سؤال صح وغلط يقول لي هيليوم واكسجين، اوعى تعملها صح، دي هيليوم وهيدروجين، ه وه. تمام. 24، يمكننا استخدام الطاقة الشمسية في الطبخ عن طريق استخدام نقط المقعرة والتي تجمع نقط على الأواني المعدنية. بصوا يا ولاد، احنا عندنا نوع من أنواع المرايات، مش زي المرايات اللي في بيتنا دي، عندنا نوع من المرايات اسمها مراية مقعرة. المراية المقعرة دي بتجمع أشعة الشمس كلها في نقطة، وبالتالي لما تجمع لي أشعة الشمس كلها في نقطة يبقى أنا كده بجمع طاقة شمسية كبيرة في مكان واحد، يبقى أنا أقدر استخدم الطاقة الشمسية اللي هتتجمع عندي دي في الطبخ. تمام؟ يبقى يمكننا استخدام الطاقة الشمسية في الطبخ عن طريق استخدام مرايا مقعرة. تمام؟ والتي تجمع أشعة الشمس على الأواني لتسخينها. تستخدم الألواح الشمسية لتوليد الطاقة نقط، والتي تستخدم لتشغيل نقط. الألواح الشمسية دي يا ولاد بولد منها طاقة إيه؟ طبعا طاقة كهربية. قلنا بناخد منها طاقة شمسية ونحولها لطاقة كهربية، ونرجع للفيديوهات القديمة. طب الطاقة الكهربية دي ممكن استخدمها في تشغيل ايه بقى؟ ممكن السخان الكهربي، ممكن الأجهزة المنزلية، ما هي الكهرباء بقى هشغل بها اي حاجة. عندما تدور التوربينات الهوائية، التوربينات الهوائية، تمام، يعني عندها ريش كده يا ولد زي ريش المروحة، تتحول الطاقة نقط الى طاقة نقط. طبعا تتحول الطاقة الحركية، حركة الريش دي بتاعة التوربينات دي، إلى طاقة كهربية. من أمثلة مصادر الطاقة المتجددة نقط ونقط. الطاقة المتجددة يا ولاد زي مين؟ قلنا زي الرياح، وزي الشمس، وزي الماء، أي حاجة من الحاجات دي. كل من حركة الرياح والماء تنتج طاقة نقط، والتي تستخدم لتدوير التوربينات لتوليد طاقة نقط. حركة المية يا ولاد أو حركة الرياح تطلع لي طاقة إيه؟ طبعا تطلع لي طاقة حركة. طب طاقة الحركة دي أدخلها على التوربينات أو المولدات الكهربائية تروح مطلع لي إيه؟ تطلع لي كهرباء، يبقى لتوليد الطاقة الكهربية. كده خلصنا السؤال الرابع، نبتدي مع بعض السؤال الخامس، هنختار مع بعض الإجابات الصحيحة من بين القوسين. طيب يلا بينا مع بعض. أول سؤال بيقول، عندما تتوقف السيارة فجأة فإن الركاب تتحرك للأمام ولا للخلف؟ لما بابا يفرمل العربية فجأة كده وانت بتسابق حزام الأمان، يبقى تتحرك لقدام ولا للخلف؟ طبعا للأمام. طيب السؤال اللي بعده، عندما تتصادم الأشياء فإن نقط تنتقل بينهم. لما حاجتين يخبطوا في بعض ينتقل ما بينهم إيه؟ المسافة ولا الطاقة؟ طبعا الطاقة هتتنقل من حد لحد تاني، اللي طاقة جسمه أعلى هينقل الطاقة بتاعته للشخص التاني. رقم 3، الشاحنة كبيرة الحجم، لما تجيب عربية تريلا كده كبيرة تحتاج محرك نقط الحجم، كبير الحجم زيها ولا صغير الحجم؟ طبعا كبير الحجم لازم تحتاج محرك كبير، أكيد يعني العربية الصغيرة بتاعت بابا المحرك بتاعها مش زي العربية التريلا الكبيرة، لازم الشاحنة الكبيرة عشان كتلتها كبيرة تحتاج محرك كبير. رقم 4، عندما ينفد وقود السيارة بالكامل أثناء حركتها، لما بابا يبقى ماشي بالعربية والبنزين يخلص، فإن نقط تصبح صفر، كتلتها ولا سرعتها؟ برافو، طبعا سرعتها، سرعة العربية هتبقى صفر طبعا لأنها مش هتتحرك تاني. الطاقة الحركية لا تتأثر بإيه؟ طاقة الحركة بتاعت الجسم، إيه الحاجة اللي ما بتأثرش عليها؟ الكتلة ولا اللون؟ طبعا اللون، اللون علاقته بطاقة الحركة بتاعتي، إنما الكتلة كل ما زود الكتلة طاقة الحركة تزيد. السؤال اللي بعده، داخل بطارية السيارة اللعبة تتحول الطاقة نقط إلى طاقة كهربية. طبعا بطارية يبقى من غير ما نتكلم هي طاقة كيميائية. عربة التحكم عن بعد كيريوسيتي صممت لاكتشاف المريخ ولا القمر؟ طبعا قلنا المريخ، برافو. الأسلاك الكهربية تصنع من، عشان أصنع سلك كهرباء بنستعمل خشب اللي هو مادة أصلا غير موصلة للكهرباء، ولا نصنعها من النحاس لأنه مادة موصلة للكهرباء؟ طبعا نصنعه من النحاس. تتحول الطاقة نقط إلى طاقة صوتية في الجرس اليدوي، لما تمسك الجرس بتاع المدرسة اللي بنحركه بإيدينا ده
نمسك اللسان بتاعه ونقعد نحركه بجرس يدوي، يبقى أنا حولت طاقة إيه لطاقة صوتية؟ طبعا طاقة، الطاقة الحركية إلى طاقة صوتية. إنما لو كان جرس كهربي زي جرس بيتنا، لما بدوس على الجرس زرار الجرس ده جرس كهربي بيشتغل بالكهرباء، يبقى في حالة الجرس بتاع البيت بحول الطاقة الكهربية لطاقة صوتية. إنما طالما هنا قال لي خلي بالك جدا من الكلمة دي جرس يدوي، يبقى أنا بحرك اللسان بتاعه بإيدي، وبالتالي يبقى طاقة حركية. عندما نضيء المصباح الكهربي، لأن الطاقة الكهربية تمر عبر، لما تنور المصباح اللي في بيتك الطاقة الكهربية دي بتمر عبر الأسلاك ولا عبر البلاستيك؟ طبعا عبر الأسلاك، سلك النور بتاع الايه اللمبة. مجفف الشعر وغلاية الماء ينتجان طاقة حرارية ولا ضوئية؟ برافو، طبعا حرارية. مجفف الشعر عشان انشف بيها شعري، وطبعا في غلاية الماء طاقة حرارية عشان اسخن بيها الماء. عندما تحترق قطعة من الفحم فإن الطاقة الناتجة هي طاقة، طبعا حرارة، طاقة حرارية، إنما طاقة الوضع ما تنفعش طبعا يا ولاد. الطاقة نقط الناتجة لا تساعد الخلاط على أداء عمله. إيه الطاقة اللي من الخلاط بتطلع وتبقى طاقة مهدرة بالنسبة لي، ما بتشتغلش في ما بتساعدش في عمل الخلاط، الصوتية ولا الحركية؟ طبعا الصوتية، صوت الخلاط ده مزعج ما بتستفدش منه في حاجة. الخلاط أصلا فايدته إيه؟ إنه يعمل طاقة حركة ويتحرك فيخلط الأكل مع بعضه، يبقى أنا بحتاج له طاقة حركية. إنما الطاقة الصوتية ما بستفدش منها بحاجة، يبقى دي لا تساعد الخلاط على أداء عمله، يبقى دي طاقة مهدرة. السيارة تحتاج نقط لكي تسير، عشان تمشي العربية تحتاج وقود ولا تحتاج ماء؟ طبعا تحتاج وقود. حتى نستمر في اللعب بالسيارة اللعبة يجب نقط البطارية، استبدال البطارية ولا تسخين البطارية؟ نعمل ايه في البطارية لما اللعبة بتاعتك البطارية بتاعتها تفضى؟ بتعمل ايه؟ طبعا بتستبدل البطارية، ترمي البطاريات القديمة وتجيب مكانها بطارية جديدة. يتم استخراجه من تحت سطح الأرض، مين اللي بنتم استخراجه من باطن الأرض؟ الفحم ولا النبات؟ طبعا الفحم بنستخرجه من باطن الأرض عشان نستخدمه كوقود. الفحم أحد أنواع الوقود، ولكن لا يمكن استخدامه في التدفئة ولا تشغيل التلفزيون. برافو، ما أقدرش استخدمه في تشغيل التلفزيون. عمرك شفت تلفزيون شغال بالفحم؟ لا، إنما في دفاية ممكن تشتغل بالفحم، بتدفى عليه، أولع شوية فحم وتدفى عليهم. إنما التلفزيون طبعا ما ينفعش، ده عايز كهرباء. القدماء استخدموا نقط كوقود، وذلك قبل اكتشاف البنزين. أجدادنا القدماء يا ولاد اكتشفوا إيه يستخدموه كوقود قبل ما نكتشف البنزين؟ برافو، طبعا الخشب، كانوا بيولعوا الخشب يا ولاد ويطلعوا منه طاقة. بعد كده بقى بدأوا يكتشفوا البنزين بقى والطاقة الشمسية والطاقة الرياح والكلام ده لسه حديث، إنما قبل كده كانوا بيستخدموا الخشب. نقط المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض، والسؤال ده قلنا مهم جدا جدا يا ولاد واتكينا عليه قوي وإحنا بنشرح، وقلنا طبعا الشمس. أي مما يلي لا يعد من صور الوقود الحفري، من دول ما يعتبرش وقود حفري؟ برافو، طبعا الرياح ده مصدر متجدد للطاقة وموجود في الطبيعة، يبقى ده مش وقود حفري. تعد نقط هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض، طبعا السؤال بيتكرر تاني، وخلي بالكوا يا أولاد السؤال ده هيجيلكوا، يعني هيجيلكوا الشمس، والسؤال كمان بتاع ظاهرة الاحتباس الحراري ده هيجيلكوا برضو إن شاء الله. يلا اللي بعده، الطاقة الهيدرو كهربية، هيدرو يعني جاية من المية، تتولد من ايه يا ولاد؟ الوقود الحفري والماء والحيوي ولا مساقط المياه والسدود؟ هيدرو كهربية يا ولاد يعني جاية منين؟ جاية من المية، يبقى نختار مساقط المياه والسدود. السؤال اللي جاي، عندما يمتزج ماء المطر مع غاز نقط يتكون المطر الحمضي، غاز الأكسجين ولا ثاني أكسيد الكربون؟ طبعا غاز ثاني أكسيد الكربون، هو ده يا ولاد اللي بيكون لي الأمطار الحمضية. طيب السؤال اللي بعده، عوادم السيارات تتسبب في التهاب الأمعاء الدقيقة ولا العين؟ لما تبقى ماشي كده وقدامك دخان كتير تلاقي امعائك الدقيقه هي اللي بتحرقك ولا عينيك اللي بتحرقك؟ طبعا العين.
الهوائية القديمة والتوربينات الهوائية الحديثة يتشابهان في عدد الأذرع يا ولاد ولا الوظيفة؟ احنا قلنا التوربينات الهوائية القديمة والتوربينات الهوائية الحديثة عدد الأذرع فيها مختلف، يعني التواحين الهوائية القديمة كان فيها 4 أذرع إنما الحديثة كان فيها 3، يبقى هل هما بيتشابهوا في عدد الأذرع؟ لا طبعا، يبقى بيتشابهوا في إيه؟ في الوظيفة. والاتنين يا ولاد قلنا بيتحركوا عن طريق حركة الهواء أو الرياح، يبقى ده وجه شبه ما بينهم برضو، إن هما طريقة عملهم عن طريق الرياح أو تحريك الهواء. من أمثلة الطاقة المتجددة مين؟ البترول ولا الرياح؟ طبعا الرياح. أحد صور الاستفادة من الطاقة الشمسية استخدام نقط مقعرة في طهي الطعام. عشان استفيد يا أولاد من الطاقة الشمسية قوي، استخدم أخشاب مقعرة ولا مرآة مقعرة؟ طبعا ما فيش حاجة اسمها أخشاب مقعرة عشان نجمع بها أشعة الشمس، أنا بستخدم مرآة مقعرة أو مرايا جمع مراية مقعرة في طهي الطعام عشان أقدر أجمع بها أكبر كمية من الطاقة الشمسية. عندما تزيد الطاقة نقط للرياح فإن أذرع طواحين الهواء تدور أسرع. طيب لما الدراعات بتاعت طواحين الهواء دي ولا تتحرك أسرع، يبقى بقى عندها طاقة إيه أكبر؟ طبعا طاقة حركية، بقى عندها طاقة حركية أكبر بكتير، فالدراعات دي هتدور بسرعة أكبر. في طواحين الماء تتحول الطاقة نقط إلى طاقة كهربية. طبعا يا ولاد طواحين ماء أو طواحين هواء بتعتمد على الطاقة الحركية، بحرك الدراعات بتاعتي بتاعت الطاحونة وتديني بعدها طاقة كهربية، يبقى أنا بحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. الطاقة الناتجة من المساقط المائية يعني السدود، أي حاجة مساقط مائية يعني سدود، الطاقة اللي بتطلع عنها هي طاقة إيه؟ شمسية ولا هيدرو كهربية؟ طاقة كهرومائية، وانا قلت لكم عليها من شوية، قلت لكم خلوا بالكم، يعني برضو كان في سؤال عد علينا من شوية، هو كان برضو في خطأ بس انا برضو ايه يعني ما حبيتش اتكلم عنه كتير، تعالوا نرجع له نقوله برضو بالمرة. السؤال يا اولاد بتاع الطواحين الهوائية القديمة والتوربينات الهوائية الحديثة، هو بيقول لي يتشابهان في عدد الأذرع ولا الوظيفة؟ هو عدد الأذرع هما كده كده احنا مختلفين فيها. طب الاختيار الثاني الوظيفة، هما برضو مش متشابهين في الوظيفة، خلي بالك الوظيفة برضو مختلفة، هي المفروض يقول في طريقة العمل مش في الوظيفة، في طريقة عملها، يبقى متشابهين فين؟ في طريقة العمل، ما ينفعش نقول في الوظيفة، لأن التواحين الهوائية القديمة كانت وظيفتها طحن الحبوب، طب التواحين الهوائية الجديدة وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنتاج الكهرباء. طب هم كانوا بيشتركوا في ايه؟ بيشتركوا في طريقة العمل، ومكتوب عندكم في الكتاب طريقة العمل، لان دي بتشتغل بالهواء ودي بتشتغل بالهواء، دي بتشتغل بحركة الهواء ودي بتشتغل بحركة الهواء، تمام؟ يعني انا السؤال ده لو جالي واجابة مظبوطة لا هتبقى الاجابة دي ولا هتبقى الاجابة دي، هنقول طريقة العمل، تمام؟ يعني في بعض الاسئلة برضو فيها اخطاء صغيرة كده احنا برضو هنقول لكم عليها واحنا ماشيين بنشرح، يعني السؤال ده كان فيه خطأ، يعني المفروض يكتب لي طريقة العمل بس أقرب حاجة ليها الوظيفة، فإحنا هنختار الوظيفة لو جالك كده السؤال في الامتحان. إنما عدد الأذرع في الطواحين القديمة كان 4 وفي الحديثة كان 3، تمام؟ فلو جالك السؤال بنفس الطريقة دي هنختار الوظيفة. طيب السؤال الثاني اللي هو بتاع الطاقة الناتجة من المساقط المائية هي الطاقة الكهرومائية. طيب التوربينات الهوائية الحديثة، نقط من التوربينات الهوائية القديمة أطول ولا أقصر؟ لا التوربينات الحديثة أطول. مصدر الطاقة التي تعمل بها المروحة الكهربية، مروحة كهربية يا ولاد يعني تشتغل بالكهرباء، يبقى مصدر الطاقة بتاعي هي إيه؟ الكهرباء، أكيد مش الرياح. تستخدم الطاقة الشمسية في نقط الطعام، حفظ الطعام ولا طهي الطعام؟ طبعا طهي الطعام، حفظ الطعام دي أنا بحتاج التلاجة، يعني بحتاج طاقة برودة مش طاقة حرارة. مخرجات الألواح الشمسية هي الطاقة نقط، يعني الطاقة الشمسية الألواح الشمسية بديها طاقة شمسية تطلع لي مكانها طاقة إيه؟ طبعا طاقة كهربية. تنتج الطاقة الكهرومائية باستخدام طاقة اسمها كهرومائية، يبقى باستخدام الماء. مصدر جميع الطاقات على الأرض هي مين؟ طبعا السؤال ده مهم وهيجيلكم، الشمس طبعا. من أمثلة الطاقة المتجددة الفحم ولا الرياح؟ طبعا الرياح، برافو.
تنتج طاقة الشمس من تفاعل غازي. قلنا يا ولاد لسه قايلها لكم من شوية، الاتنين أولهم حرف اله، يبقى هيدروجين وهيليوم ولا نيتروجين وهيليوم؟ طبعا هيدروجين وهيليوم، الاتنين بيبتدوا بحرف اله. المدفأة الكهربية تحول الطاقة نقط إلى طاقة حرارية. طبعا مدفأة كهربية يبقى بدخل لها كهرباء، يبقى انت بتحول طاقة ايه لإيه؟ الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. طيب أحد عيوب طاقة الرياح أنها إيه؟ عالية التكلفة ولا لا تهب أحيانا؟ طبعا هي الرياح دي حاجة ببلاش، ربنا خلقها لنا ببلاش، يبقى مش عالية التكلفة. أمال إيه؟ ساعات ما بتقومش الرياح، مش دايما يا ولاد الرياح بتقوم، في مواسم بيقوم فيها الرياح وفي لأ، يبقى في مواسم أقدر أخد منها طاقة وفي مواسم ما أقدرش أخد منها طاقة، يبقى لا تهب أحيانا. كده احنا خلصنا السؤال الخامس، ندخل بقى على آخر سؤال بيجي لنا صور ويكلمني عنها، وانت هتكتب عنها جملة واحدة بس. جايب لي دلوقتي سؤال بيقول لي اذكر بعض من معدات السلامة في السيارة. ايه معدات الأمان في السيارة؟ برافو عليكم، حزام الأمان، وإيه كمان؟ والوسادة الهوائية، صح كده يا ولاد؟ اللي قلنا بتنتفخ ساعة التصادم. طيب يعمل نقط على بداية انتفاخ الوسادة الهوائية عند الحوادث، إيه اللي بيخليها تشتغل؟ طبعا مستشعر السيارة، احنا قلنا ان الوسادة الهوائية دي فيها مستشعر سيارة، هو ده اللي بيحس بالتصادم، فيبتدي مستشعر السيارة نتيجة التصادم يبتدي يخلي الوسادة الهوائية تنتفخ. طيب قدامي شكلين، بيقول لي أي من الشكلين يولد طاقة كهربية أعلى، ده ولا ده؟ طبعا دي طواحين هواء قديمة عندها أربع أذرع، ودي طواحين التوربينات الهواء الحديثة، واحنا قلنا توربينات الهواء الحديثة دي اللي بتنتج كمية كبيرة من الكهرباء، يبقى طبعا الشكل رقم 2 أبو 3 أذرع بس. طيب ما اسم الطاقة الداخلة لهذا النوع من التوربينات؟ الطاقة اللي بندخلها هنا هي طاقة ايه؟ طبعا طاقة حركة، لأنها جاية نتيجة حركة الرياح أو الهواء. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ زيادة كتلة الجسم الذي يتحرك لأسفل على منحدر، يعني عندي زحليقة كده منحدر كده هو، وفي جسم هنا هو هيبتدي يتحرك عليها، كرة هتبتدي تتحرك كده هو. طيب لما زود كتلة الكرة دي أخليها أكبر شوية وأتقل شوية، هيجرى لها إيه وهي بتتحرك؟ طبعا هتزداد طاقة الحركة للجسم المتحرك ده، لأن أنا زودت كتلتها، وقلنا عندنا علاقة طردية ما بين كتلة الجسم وما بين طاقة الحركة. السؤال الثاني، تصادم دراجتين تتحركان في اتجاهين متضادين، عندي جسمين بيتحركوا في اتجاهين عكس بعض، تفتكروا هيحصل لهم ايه يا ولاد؟ ها لو عندي عربية جاية يمين وعربية جاية شمال والاتنين هيخبطوا في بعض، يبقى هيحصل لهم ايه؟ برافو، هنقول انتقال الطاقة بين الجسمين المتصادمين، الاتنين هيخبطوا في بعض وجزء من طاقة الحركة بتاع الجسم الأسرع هتتنقل للجسم التاني الأبطأ. ماذا يحدث عند وضع يدك قريب من مصباح كهربي؟ أول ما تحط إيدك قريب من مصباح الكهربي هيجرى إيه؟ طبعا هتشعر بالحرارة نتيجة انتقال الطاقة الحرارية اللي خارجة من المصباح دي لإيدك. السؤال الباقي اللي بعده، ماذا يحدث عند دفن بقايا الكائنات البحرية تحت الأرض لملايين السنين؟ الكائنات البحرية هتطلع لإيه يا ولاد؟ هتطلع نفط، إنما لو قلنا النباتات المتحللة يبقى نقول عليها فحم، يبقى لما أجي أدفن بقايا الكائنات البحرية هينتج عني إيه؟ تكون النفط، إنما لو قال لي دفن بقايا النباتات هنقول له بقى كده يتكون الفحم. بعد كده جيب لي صورة، آخر سؤال عندي خالص، جايب لي صورة وبيقول لي ما هو الشكل الذي أمامك؟ طبعا دي اسمها ألواح شمسية. طب الألواح الشمسية دي بتعمل إيه؟ بتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط، طبعا ألواح شمسية يبقى بتحول الطاقة الشمسية، طب بتحولها لطاقة إيه؟ طبعا طاقة كهربية، وساعتها بقى ناخد الطاقة الكهربية دي نوصلها في الأسلاك للبيوت ونشغل منها أي جهاز إحنا محتاجينه. السؤال السابع، عند تشغيل المصباح الكهربي تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط،
لما باجي اشغل مصباح بحول الطاقة ايه لطاقة ايه؟ طبعا الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية. عندما تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى، فإن جزء من الطاقة يفقد في صورة طاقة ضوئية ولا صوتية ولا حرارية ولا حركية. طبعا يا ولاد احنا اصلا بنشغل الاجهزه عشان نحصل منها على طاقه ضوئيه، او نحصل منها على طاقه صوتيه، او نحصل منها على طاقه حركيه. كل ما بتشغل اي جهاز في الدنيا ايا كان الغرض منه، الجهاز ده بيطلع كده كده ايا كانت الطاقه اللي انت عايزها منه، بيطلع جزء من الطاقه المهدره في شكل ايه؟ في شكل صوره طاقه حراريه. اي جهاز عندك شيء اساسي عنده بيطلع طاقه حراريه كطاقه مفقده. ممكن بقى تقولي طب يا ميس، ما احنا برضو الخلاط بيطلع لي طاقة صوتية وبتبقى طاقة بنفقدها وبتبقى طاقة مهدرة. هقولك اه، بس الشيء الأساسي اللي في كل الأجهزة يا ولاد، اللي كل الأجهزة بتفقدها، بتبقى في صورة طاقة حرارية. يعني الموبايل عندك بيفقد طاقة حرارية لما بيسخن، الغسالة بتفقد طاقة حرارية لما بتسخن، التلفزيون بيفقد طاقة حرارية لما بتسخن، الخلاط بيفقد طاقة حرارية لما بيسخن. الطاقة الحرارية مشتركة في كل الأجهزة، إن هي بتتحول من صورة لصورة وفي جزء منها بيتحول لطاقة حرارية. هتيجي تقولي في بعض الأجهزة بتفقد صور برضو من الطاقة في صورة مثلا طاقة صوتية زي الخلاط، هقولك آه، بس دي جنب الطاقة الحرارية، الأساس بتاعي الطاقة الحرارية الأول. طيب السؤال اللي بعده، الوسادة الهوائية تساعد في نقط خفض سرعة حركة الجسم للأمام، ولا زيادة سرعة حركة الشخص للأمام، ولا خفض سرعة حركة الشخص للخلف، ولا زيادة حركة الشخص للخلف؟ بتعمل إيه؟ الوسادة الهوائية دي يا ولاد بتعمل إيه؟ طبعاً بتقلل اندفاعك لقدام. أنت لما بتيجي تندفع لقدام، تيجي لا قدر الله حد يعمل حادثة، تلاقي جسمه بيندفع لقدام. طب بتروح على الوسادة الهوائية عاملة ايه؟ تتفتح في وشه بسرعة، فبدل ما كان هيندفع لقدام بسرعة كبيرة جدا، هيبتدي يندفع لقدام بسرعة بسيطة وتبقى إصابته بسيطة. يبقى طبعا خفض سرعة حركة الشخص للأمام. تصنع الوسادة الهوائية من مادة، طبعا قلناها النايلون، والكلام ده قلناه في فيديوهات الشرح. وبكده يا ولاد نبقى خلصنا كل الأسئلة بتاعتنا. إن شاء الله دي نماذج الوزارة، مش هيخرج منها أي سؤال، وهحط لكم في آخر الفيديو اللينكات بتاعت فيديوهات الشرح اللي محتاج يسمعها.